الأصعب الصيفي ولا الشتوي؟ ده لي صعوبة وده لي صعوبة. انهون بقى. يعني الصيفي علشان تلاقي برضو ديزاينات حلوة ومناسبة طبعا هو ألوانه مبهجة وكده وكل حاجة. وانت بتتكلمي فيه لون مبهج معاكي جنبك على الشاشة على طول. فألوانه مبهجة وترندي طول الوقت فحلو. بس برضو العمالة شوية بتبقى ايه، تبقى انت عندك خيال هما شوية ايه يحجموكي شوية. بصي بصي كده على الشاشة. ده بتاع باتمان مظبوط كده؟ باتمان ده انت بتعمليه بالطلب يعني ولا انت حاطه بقى اللوجوز او الاشخاص عفوا الكاركترز الكرتونيه؟ هو ده لي فكره بس علشان برضو ليها علاقه بالكورونا. علشان هوز ذا باد جاي ناو، وعلى اساس ان هو باتمان المفروض هو الشخصيه الطيبه دي عمل الديزاين للكورونا. والله ملهمه. ايوه الحاجات دي بقى ملهمه والله شاطره. احنا دلوقتي معايا ديزاين الكورونا اهو ده نزل مخصوص للكورونا. حبيب قلبه اهو ده نزل مخصوص للكورونا يعني ايه تلبسوهوش ده بلاش ده ماشي بس اصلا. طيب بما ان انت بقى بتاعت تصميمات وحاجات كده جاله بالي وعامله باتمان وكده جاله بالي دلوقتي حاجه. دلوقتي هم في كل البرامج وكل الصور مطلعين الكورونا دي ديزاين كده اللي هي بتاع كده طالعه منها حاجات كده مش عارف اصفر ولا اخضر ولا ايه شكل فيروس. مين اللي عنده شكل فيروس كورونا؟ انا برضو ما اعرفش. انا كنت فاكره يعني ديكوره البعبع دي يعني ديكوره زمان احنا كنا بنلعب بيها ونفضل نحدف على بعض. بس قالوا لي لا ده هو ده الشكل العلمي للفيروس. في ناس قالت لي كده والله. بس انا ما اعرفش يعني مفتيش يعني. بس هم انت بقى تعملها لنا. وده ايه ده؟ عشان مش شايفه. هتبقى تلعب ليها يا جماعه انتوا بتجروا مني ليه دلوقتي؟ اللي فاتت دي الموناليزا بس برضو بوب ارت بقى. موناليزا يعني ايه؟ بوب ارت على الموضه. ايوه بالظبط. بصي بقى انت تعملي بقى ايه بتاع زي دي كده وتعملي عليها رسمه الكورونا وتكتبي فوق اذهبي الى الجحيم او جو تو هيل. جو تو هيل بالعربي بقى اذهبي الى الجحيم. اذهبي الى الجحيم. وهبصي ودي هتبقى كده بصي تلاقي كل الناس لابسينها. والله انا لعلمك الافكار دي فعلا انا ببقى عايزه اعملها فعلا. الحاجات اللي هي الدارجه على طول في كلامنا في لساننا كده يعني. يلا دي عادي كورونا اهي. لا ده اللي بعد الكورونا اكيد. ده بقى هننزل دلوقتي. هننزل امتى ده بقى؟ لا يا استاذ حلواني ده اللي فرباه مش ده اللي عنا بعد الكورونا. ده اللي جاي لنا فرباه. ده اللي جاي بقى بعدين بقى التنين المجنح في خمسه اكيد وحاجه نوز العنب معانا مين استرها يا رب.